يوتيوب الترند واكتر حاجة متشافة في مصر الدوري الاسباني يا جماعة، مش بقول لكم. اما تاني حاجة بشاهد من برنامج احمد امين، والحقيقة ان في بقى اللي هو الفيديو بتاع البيت المصري. البيت المصري ده ضحكني جدا يا جماعة. ما هو فعلا البيت المصري مهما كان السوشيال ستاندرد، في حاجات كده هي موجودة. يعني عارف، لو عروسة جديد، عروسة اهو عدي عليها شهر، هتلاقي نفس الحاجات، هي نفس البتاع اللي هي ويلكم دي من برة، البرطمان اللي بيبقى حاطين فيه حاجات تانية، البتاع بتاع الجبنة ده اللي هو في كوباية ده بيتشرب في شاي، تفتح الفريزر تلاقي علبة الايس كريم، تفرح قوي تلاقي جواها توم مطحون. يعني في حاجات كده عندنا، هو كده. الفيديو ده متشاف كتير قوي، والحقيقة ان هو فيديو مختلف جدا. سكرول على جوجل في مارينا بيكيا على ريديو هيتس. اما تاني حاجه بشاهد من برنامج احمد امين، والحقيقه ان في بقى اللي هو الفيديو بتاع البيت المصري. البيت المصري ده ضحكني جدا يا جماعه. ما هو فعلا البيت المصري مهما كان السوشيال ستاندرد، في حاجات كده هي موجوده. يعني عارف، لو عروسه جديد، عروسه اهو عدي عليها شهر، هتلاقي نفس الحاجات، هي نفس البتاع اللي هي ويلكم دي من بره، البرطمان اللي بيبقى حاطين فيه حاجات تانية، البتاع بتاع الجبنة ده اللي هو في كوباية ده بيتشرب في شاي، تفتح الفريزر تلاقي علبة الايس كريم، تفرح قوي تلاقي جواها توم مطحون. يعني في حاجات كده عندنا، هو كده. الفيديو ده متشاف كتير قوي، والحقيقة ان هو فيديو مختلف جدا.